بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نذكر نقاطا قبل الشروع في البحث وتطبيق الروايات الشريفة. النقطة الأولى أنه هل هناك فرق بين المبطل الذي يستند إلى بعض المقدمات الصحيحة والحقة، والمحق الذي يستند إلى بعض المقدمات الباطلة؟ وهل يوزنان بوزن واحد أم لا؟ نذكر في الجواب أن كلا الفردين وزانهما وزان واحد. من يستند إلى مقدمة باطلة لإثبات حق كمن يستند إلى مقدمة صحيحة لإثبات باطل، ولذلك في الروايات الشريفة يوجد النهي عن ذلك، أن يغالط الإنسان ليصل إلى نتيجة صحيحة، أن يستند إلى المشهورات التي ليست بقطعية ولا بواقعية وليس لها واقعية للوصول إلى نتيجة صحيحة، وذلك للمذكور في علم المنطق بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. ما الفرق إن كان المقدمة الأولى باطلة فالنتيجة تكون باطلة، المقدمة الثانية باطلة النتيجة تكون باطلة، أو النسبة بين المقدمتين غير تامة النتيجة تكون باطلة؟ فإذن هناك التأكيد الشديد في الروايات التي نذكرها، ذكرنا بعضها، على عدم استناد المحق إلى أي قضية غير صحيحة في جميع كلماته، وإنما الحق أمر بسيط يتشكل من أمور كلها لازم تكون صحيحة ومصيبة. لذلك نرى في الرواية يقول: لا تنكر حقا ذكره المبطل. يعني المبطل يمكن يأخذ منك الإقرار بما يذهب إليه، يذكر بعض المقدمات الصحيحة الواقعية القطعية، أنت ما تدري شنو اللي راح يذكره، يعني ما الذي يستند إليه بعد هذه المقدمات. أنا أقول هذه المقدمة صحيحة والثانية صحيحة فيصل إلى نتيجة، لا بد لي وأضطر من أن أقبل تلك النتيجة، فلكي لا أقع في الحفرة التي حفرها لي من اللحظة الأولى أنكر جميع مقدمات جدلا. هذا باطل، هذا جدال بالتي ليست بأحسن، بغير التي هي أحسن، وإنما إذا مقدمة صحيحة أقول هذه المقدمة صحيحة ولكنها لا ترتبط بكلامك. الكبرى فيها الإشكال، النسبة بينهما نسبة غير تامة، صورة القضية صورة غير صحيحة، هيئة القضية، القياس، هذا القياس قياس باطل، مو أن أجي وأنفي مقدمة من مقدماته. طبعا النتيجة تتبع أخس المقدمتين إنما هو في القضايا التكوينية الخارجية، العلل والمعلولات، أما في القضايا الاعتبارية فأمر الاعتبار بيد المعتبر. لذلك أنه لو كان أحد الوالدين مسلما والآخر كافرا، الولد يلحق بالأشرف مو بالأخس. لو كان أبو الإنسان
سيدا والأم ليست علوية، مع ذلك يمكن لهذا الفرد أن يستلم الخمس ولا يتبع الأم اللي هي أدنى شرفا من الأب اللي هو علوي ومنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه قضايا اعتبارية. في القضايا الاعتبارية كما يذكرها السيد الوالد رحمه الله أنه في القضايا الاعتبارية الأمر بيد المعتبر، فمو النتيجة تتبع أخص المقدمات، وإنما هذه في القضايا التكوينية الخارجية العينية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الإغراء بالقبيح قبيح، والإغراء بالجهل قبيح. يعني امرأة تخرج متبرجة توجب الإغراء بالقبيح، توجب الفتنة والمفسدة للشباب، فعلها قبيح ومحرم. الإغراء بالجهل، ذكروا الإغراء في الجهل في مسائل عديدة العلماء في الفقه أن الإغراء بالجهل محرم، ذكروا في هذه المسائل مسائل متعددة مختلفة أن الإغراء بالجهل هذا أمر محرم غير جائز. مثلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى تقديم الطعام النجس للضيف، هذا الضيف هو جاهل بأن هذا الطعام نجس، أنا أقدم هذا الطعام للضيف، هذا محرم لا يجوز. لماذا؟ لأني أغريته بالجهل. هو هالشي يتصور أنه هذا طعام طاهر، فما دام يتصور أنه طاهر أنا جعلته وسببت أكل النجس لهذا الفرد للضيف. يذكرون أيضا في مسائل أخرى أن الإغراء بالجهل هذا لا يجوز. طبعا لا فرق فيما لو كان الأمر اختياريا أو ليس باختياري. هسه هذا الضيف ما يدري أن هذا نجس، تارة يعلم بذلك، مع ذلك إغرائي بالجهل لا يجوز في القضايا المهمة، لأن هناك مسألة أخرى أيضا ينبغي أن نذكرها هنا، أن توسيط الفاعل المختار في كثير من المسائل يرفع الحرمة عن السبب. يعني زيد أغرى عمرا بمسألة، عمرو باختياره ذهب وفعل، أنا شوقت، أو زيد شوق عمرا بأكل المتنجس، أنا شوقت فقط، عمرو نفسه هو راح أكل هذا المتنجس، هنا الفاعل مختار. زيد شوق عمرو رجل عاقل كامل بأن يجني الجناية، من الذي يتحمل الجناية؟ هو المباشر وليس السبب، لأن المباشر هنا فاعل مختار صدر عنه هذا الأمر، فهنا لا إشكال في أن الجريمة، أن الجناية، أن أكل النجس في هذه الأمثلة إنما هو على المباشر مو على السبب. ولكن في كثير من الأحيان الجريمة والجناية تكون على السبب وإن كان المباشر باختياره. شخص يأتي ويوجب ضلال الآخرين، أنا لم ألجئه على الضلال، أنا بالقوة سببت انحرافه، لا، ذكرت له شبهة ثانية، هو كان يمكن أن يذهب ويسأل يستفسر يحل الشبهة، ولكن ألقيته في الضلالة وهو فاعل مختار بعد ذلك انحرف. هنا بما أن الهداية والضلالة، بما أن العقيدة قضية مهمة، فيقولون بأن هذا السبب له قسط من الثمن وعمله حرام محرم، مع أنه لم يشوق، يعني ألقى ببعض الشبهات ليس أكثر من ذلك، بس ما دام ألقى هذه الشبهات فهنا عمله محرم. في مسائل متعددة يذكر الفقهاء أن الإغراء بالجهل محرم. مثلا
القول بغير علم، أتفونون على الله ما لا تعلمون؟ هذا من الإغراء بالجهل وهو المحرم. إذا الشخص مجتهد ولكنه ليس حائزاً لشرائط الفتوى، معادل، يجد أن نفسه معادل، فهنا لو تصدى للفتوى وقلده البعض هذا من الإغراء بالجهل، ويذكرون المسألة أنه يحرم عليه التصدي للفتوى ما دام يجد أنه، وإن كان مجتهداً، ولكن ما دام يجد أنه ليس مؤهلاً لإصدار الرسالة العملية، صدر الرسالة العملية أغرى الآخرين بالجهل، عمله محرم، مع أن الذي يقلده يقلده عن اختيار. إذن توسيط الفاعل المختار في مثل أن يبيع الإنسان سكينة، هذا الفاعل المختار يمكن أن يذبح بالسكين، يمكن أن لا يستفيد استفادة صحيحة، هذا لا بأس به. يبيع جهاز تلفزيون ستلايت لشخص، يمكن هذا أن يستفيد منه استفادة حسنة عبر القنوات الإيمانية، ويمكن استفادة سيئة يستفيد، هذا لا إشكال في ذلك. بل حتى في الكافي الشريف هناك باب بجواز بيع العنب لمن يصنعه خمرة بدون النية. طبعا إذا نوى أن يبيع العنب لشخص يصنعه خمرة هذا حرام، لأن رسول الله لعن في الخمر 10، ولكن بلا ذلك هذا الرجال يبيع عنب، بس البعضهم يجون يشترون منه يصنعون خمر، وهو هم يدري بذلك، بما أن الواسطة واسطة مختار هو الذي ده يفعل، وأنا مو بيع الخمر، مو بيع العنب منحصر عندي، اللي إذا ما بعته لا يوجد الخمر في الخارج، لا مو منحصر عندي، ما اشترى مني من غير يشتري. هذا العلماء يذكرونه مع أنه خلاف الاحتياط طبعا، ولكن كفتوى الفتوى بالجواز في ذلك. التدليس في المعاملات في الشهادة في النكاح، كل هذه من الإغراء بالجهل، وكل هذا محرم. الشاهد فيما نحن فيه أن من يتصدى للجدل والمجادلة وليست فيه أهلية التصدي لهذا المنصب، لأنه هو منصب في الواقع، لأنه شخص عبقري مخالف شيطان أتى، إذا أنا ما متسلح بسلاح العلم وما أعرف طرق المجادلة فأجعل نفسي أمامه أمام الفضائيات. الروايات تنهى عن ذلك، تقول أنت اللي ما مهيئ المقدمات تسبب إضلال لضعفاء شيعتنا، تسبب الفتنة، وهؤلاء تضعف قوة الإيمان في قلوبهم، بل قد ينحرفون. فتصدى الرجل لما ليس أهلا له في الجدال هذا حرام وليس بجائز، لأنه يوجب الإغراء بالجهل، يوجب سقوط مجموعة من الضعفاء في ماذا؟ في شباك الشيطان، في شباك المخالف المجادل الذي أتى بحجة ضعيفة ولكن بطريقة قوية، بمغالطات لم يتمكن من الإجابة عليها. طيب، حتى بالنسبة إلى الإغراء في الجهل، إحدى الأدلة التي تقام على حجية الظواهر، يقولون إن الظواهر حجة، لماذا؟ لأنه لو قال المولى كلاما، هذا الكلام إلى ظاهر، فأوجب وقوع المستمع فيما لا يريده، يعني الإرادة الجدية غير هذا الظاهر في كلام المولى، قالوا بأنه هذا لا يجوز وهذا قبيح، فلذلك ظواهر وكلمات الشارع هذه الظواهر حجة، وإلا توجب الإلغاء إغراء بالجاهل. إذن التصدي لمن لا يتمكن من التصدي في هذه القضايا هذا خطير وحرام، وإن سبب فتنة وضلالا للبعض فهذا يصيبه، يعني لا يقول أنا ذكرت اللي عندي هو هذا بضاعتي من العلم، بس بضاعتك من العلم سبب انحراف، مو أي واحد يجي يتصدى أو يتكلم في هذه الميادين إلا بعد أن يجيد الفن ويتسلح بسلاح العلم والتقوى.
زين هسه خلينا نشوف الروايات. يقول الإمام سلام الله عليه العسكري في روايته عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: قيل يا ابن رسول الله، فما الجدال بالتي هي أحسن وبالتي ليست بأحسن؟ قال: أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل به مبطلاً، يعني رجل على باطل مو على حق، مبطل يريد إثبات الباطل، فيورد عليك باطلا. هو يذكر بعض المقدمات الباطلة، الأدلة، الحجج، حجج واهية باطلة، فلا ترده بحجة قد نصبها الله. هو ما دام يستند إلى أمر باطل، أنت ما لازم في ردك إليه تستند إلى غير الحجة، إلى غير الدليل الذي نصبه الله عز وجل. اتغالط، هو غالط، أنت هم اتغالط، ولكن تجحد قوله. أنت ما تدري كلامه حقي وباطل، رأساً تجي عندك حالة نفسية، أي شيء اللي يريد يقول أنت تنفي ولا تعلم أنه حق أو باطل، بس تنفي، تقول له هذا مو مقبول، هذا مرفوض. قد يكون مقدمة اللي ذكرها مقدمة حق، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقه. الصورة الثانية اللي هي أنكى وأشد، هو ذكر مقدمة صحيحة مسلمة قطعية، أنت تنكره. في الصورة الأولى تجحد كلامه، إذا كلامه حقي وباطل ما تدري، أنت أي شيء اللي يذكر تنفي. الصورة الثانية لا، يذكر حقا وتنفي حقه، يريد بذلك المبطل أن يعين به، يعني بهذا الحق، باطله، يعني جعل هذا الحق ضمن مقدمات إثبات باطله، فتجحد ذلك الحق. أنت ما تدري شنو اللي يريد يستفيد، يوصل إلى أي نتيجة، فتقول من اليوم الأول أريح نفسي، أنكر اللي يذكره، فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة، يأخذك إلى مكان اللي بعد ما تقدر تنفي. فأنت من اللحظة الأولى تقف أمامه ما يفعل، لأنك لا تدري كيف المخلص من ورطك. فشلون؟ من اللحظة الأولى أنا ما أتورط بنفي ذلك الحق، فذلك حرام على شيعتنا. ليش حرام؟ أن يصير فتنة، فتنة يعني ضلال، بلبلة الأفكار، اضطراب، أن يصير فتنة، سبب انحراف على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين. ضعفاء إخوانهم يتأثرون، يشوفون عجيب، فإذن حجته قوية وحجة صاحبنا ضعيفة، فيترك عقيدة الزلزال. وعلى المبطلين، حتى نفس المبطل هم يكيف، أو الجماعته يشوفون عجيب، إذن نحن على حق، يعني يزدادوا جهلا مركبا، أو المعاند اللي يعرف الحق يزداد فرحا. أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما في يده، شنو يجعلون؟ لما يجي يجادل وأدلته واهية ما يتمكن أن يجيب الأدلة، يذكر الأدلة الصحيحة، يجعلون هذا محجة، يعني مستمسكا له على باطله، يعني هذا حجة على باطل المبطل، يقول شوف ما قدر يجيبني. وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم، تغم قلوبهم يعني كأنما غمامة تأتي على قلوبهم، ينحرفون، يميلون عن الحق لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل. وأما الجدال بالتي هي أحسن، إذن هذا الجدال بغير التي هي أحسن، أن تنفي الحق أو أن تنفي مقاله حقا كان أو باطل. يذكرون في المسألة في الرشوة، أنه هل الرشوة لإعطاء حكم باطل، أو يعطي للقاضي رشوة حتى تحكم لي بحق أو بباطل؟ أنا ما أدري الحق وياي ولا، بس القاضي أنت أحكم لي، يمكن القاضي هم يأخذ ويرى حقيقة أن الحق مع الراشي الذي دفع الرشوة، مع ذلك هذه الرشوة محرمة،
طبعاً إذا أكو خلاف أنه إذا أعطى رشوة لإحقاق الحق، يقول هذا فلوس إلك أيها القاضي، أنت اعمل لإحقاق الحق، علي كان أولي، هل هذا من الرشوة أم لا؟ ذكر البعض أنه من الرشوة، لأنه يوجب أن يلين قلب القاضي ويميل إلى المرتشي أو الراشي. لاحظوا، وأما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت. الله عز وجل خاطب النبي، جادل هؤلاء الذين جحدوا البعث بعد الموت. ذكر المفسرون في روايات متعددة أن أمية ابن خلف أو أبي ابن خلف أو العاص بن الوائل وجد قطعة عظم بال متفتت هذا العظم، وقال من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني كأنما جاف الدليل قوي، ولما اجى هذه الفكرة الشيطانية في باله أخذ العظام البالي وركض نحو رسول الله، يعني كأنما أتى بالحجة الدامغة القاهرة القوية، من يحيي العظام وهي رميم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان مأمور من الله عز وجل في أن يجادل هذا الشخص وأن يذكر يدخل معه في الجدال. فقال له حاكيا عنه وضرب لنا مثلا، يعني كأنما جافت حجة قوية، خوش دليل، ذكر هذا الدليل ونسي خلقه، أنت كيف وجدت؟ أنت كنت من لا شيء أو لا من شيء، لا من شيء الله أوجدك، فهذا العظام البالي اللي يتفتت ويكون بعد سنوات تراب، هذا كان موجود، الله يرجع الصورة، الله بديع، بديع يعني خلق من غير سابقة، هذه الصورة كلها صور جديدة، مو فتشي الله كأنما استنسخ هذه الصور، هذه الخلقة كلها جديدة ما إلها سابقة. الله فالذي أنشأها لا من شيء هو يتمكن، وبعقليتكم أنتم أنه الإيجاد أصعب من الحفظ والإرجاع، فالله أوجده. زين، دخل النبي صلى الله عليه وآله في مجادلة معه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من الذي يحيي هذه العظام الرميمة؟ فقال الله تعالى في الرد عليه قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة، أوجدها أول مرة، ذلك الشخص قادر وهو بكل خلق عليم، يعني كما أنه عالم ببدء الخلق عالم بإرجاع ما تلف وباد وتفتت وبلى وذهب. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر هناك احتمالات، الاحتمال الأول اللي في رواية أن المقصود بالشجر الأخضر هو المرخ والعفار، كما في رواية علي بن إبراهيم اللي شجرتان سباق الشجر عندما ييبس الشجر هذا يمكن أن يصبح نار، أما المرخ والعفار فشجرتان في ناحية بلاد المغرب إذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر ثم أخذوا عودا وباصطكاك هذا العود على الشجر يوقد النار، يعني ما دام الشجر رطب يطلع النار منه، بس الشجر اليابس يطلع منه النار، خب يمكن، بس ما دام هذا مشرب بالماء يخرج منه النار. فأنتوا برأيكم الماء والنار متضادان، الماء يطفئ النار ولكن كيف الله عز وجل يخرج النار من بطن الماء؟ أكو في رواية أذكرها الصدوق رحمه الله يقول النيران أربعة، نار تأكل وتشرب، ونار تأكل ولا تشرب، ونار تشرب ولا تأكل، ونار تأكل ولا تشرب،
أربعة. فالنار التي تأكل وتشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان، لأن الإنسان بوجود النار في داخل هذه الطاقة من النار المكمونة في داخل الإنسان، نار تأكل وتشرب. والتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود، تأكل ولا تشرب، إذا جعلتم الماء في الوقود فهذا تنطفئ النار، ولكن يجعلوا فيها كل شيء يحترق. والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجر، هذا الشجر يسحب الماء فيشرب وفي بطنه النار. والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القداحة، يعني الحجر، النار المنبعث من الحجر، اللي هذا الحجر لا يأكل ولا يشرب. طبعا الآن علميا أثبتوا بأن الشجرة تمتص الطاقة من الشمس وتخزنها، وهذه الطاقة تسبب نمو الشجرة، فهذه الطاقة كأنما تحتفظ في بطن الشجرة، فبعدين عند الإحراق هذه الطاقة تخرج، كأنما الشجرة تأخذ النور وتأخذ الحرارة من الشمس فتخزنها، وبعد ذلك تظهر ما يظهر ما في داخلها من المخزون. الله عز وجل جعل هذا قوة النار في بطن هذه الشجرة الرطبة، فاللي يقدر هذا الشيء يسوي وبعقليتكم يعني يستوعبون إن هذه الشجرة الخاصة هسه المرخ والعفار، أو لا نقول لا مطلق أنواع الشجر اللي بعد أن ييبس الشجر يصبح حطبا للنار، هذه عقلية كانوا يفهموها. فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث الله هذه العظام وهي رميم، فقال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى بل ابتداؤه أصعب عندكم. لاحظوا كلمة عندكم، يعني عندكم كأنما الخلق المبدع أصعب من الإرجاع من إعادته. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ليش يقول طبعا عندكم من إعادته؟ لأنه إعادة المعدوم ممن امتنع، هكذا يذكره الفلاسفة، أن المعدوم اللي راح بعد لا يعاد إلا بصورته مو نفسه، مع أن البرهان القرآني قام على إعادة نفس المعدوم نفسه، طبعا مو معدومها، هذه صور مختلفة، يعني هذا البدن تصور إلى صور متعددة، هسه ليس علينا بتفصيل ذلك. ثم قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أي إذا أكمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة ما بلا أقدار. ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. السماوات والأرض أصعب عندهم من خروج النار من هذه الشجرة، اللي خلق السماوات والأرض يمكن سهل أن يسترجعكم، وهو الخلاق مو خلق وترك مبالغة، العليم له العلم بذلك أيضا، أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم أن تقدروا عليه من إعادة البالي، فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب يعني السماوات والأرض عندكم والأصعب لديكم، ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ قال الصادق عليه السلام فهو الجدال بالتي هي أحسن، لأن فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم، وأما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجحد حقا لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله، وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق، فهذا هو المحرم، لأنك مثله، كما أنه يصل إلى نتيجة باطلة أنت أيضا تصل بإبطالك الحق إلى أمر باطل، واحد ما لازم يبطل الحق لأن النتيجة تتبعه أخس المقدمات. لذلك
الإمام سلام الله عليه الصادق يقول فهذا هو المحرم لأنك مثله، جحد هو حقا وجحدت أنت حقا آخر. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.